الدعاء عند الفطر مستحب، ويدعو بما شاء، يدعو بما شاء. وقد جاء في الحديث يعني ثلاثة لا ترد دعواهم، ومنها أو دعاؤهم، ومنها الصائم عند حين فطره. فالإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء. ولم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء معين أنه يجب الالتزام به، بل لو لم يدعو لا شيء عليه. ولكن أقوى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وإن قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت فلا بأس. يقول أي دعاء، يعني يدعو الله تبارك وتعالى عند فطره، يدعو للمسلمين، يدعو لإخوانه، لأهله، لأمه، لأبيه، لنفسه، المهم أنه يدعو عند فطره، فهذا وقت إجابة، هذا وقت إجابة للدعاء.